السلام عليكم. اللي من مطبخي جبت لكم وصفة الغراتان تاع البطاطا باللحم المفروم والأجبان. إلا بغيتوا تعرفوا كيفاش وصلت النتيجة الرائعة، نروحوا للمطبخ ونشوفوا الخطوات إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم من مطبخي، مطبخ وصال للطبخ، جبت لكم وصفة جميلة جدا وهو غراتان البطاطا بالفرماش. مكونات هذه الوصفة هي كالتالي: عندنا كمية معينة من البطاطا المقطعة بهذا الشكل، قطع مربعات بهذا الشكل. بالإضافة إلى هذا نحتاج إلى بصلة كبيرة كهي الأخرى، شوفوا كي دايرة مقطعة بهذا الشكل. كمية من كفتة البقري، لحم، زائد كمية من المعدنوس أو البقدونس، بالإضافة إلى البيض. الغراتان هذا غادي نستعمل فيه البيض، وفص واحد من الثوم، حبة ثوم، فص من الثوم، بالإضافة إلى النشا أو مايزينا باش نقلي بها البطاطا، و الأجبان. عندي الفرماج غوياف، فرماج غوش، وعندي الفرماج الأبيض. هذا نديته في الكونجيلاتور باش نقدم نبشره نربيه. أما التوابل فنحتاج إلى التوابل التالية في الغراتان. التوابل ما نكترش التوابل باش لوغو تاع لافيون داشي تاع الغراتان يجي شباب. استعمل فقط قليل من السكنجبير، قليل من الكركم لأنه صحي، ملح، وكمية من الفلفل الأسود. ما نضيفش توابل أخرى باش نخلي نكهة اللحم المفروم. ونقلو البصل مع اللحم بكمية قليلة من الزبدة، ولدينا الزيت لقلي البطاطا. إذن هذه مكونات زيت لقلي البطاطا. اذا هذه مكونات الغراتان اللي غادي نديروه اليوم. اذا اول خطوه نقوم بها هي قلي البطاطا، تكون كالتالي: البطاطا هذه حطتها في الماء بارد جدا، اقوم بتصفيتها من هذا الماء. أصفي البطاطا من الماء، الماء بارد جدا، كنت دايرتها في الكونجيلاتور واستعملتها في البطاطا. الآن الخطوة الثانية، نأخذ كمية من البطاطا بالتدريج هذا الشكل. المقلاة راني دايرتها فوق النار فيها زيت باش نقلي هذه البطاطا، ونجي بعد ذلك نأخذ كمية من النشاء، نأخذ كمية من النشاء هكذا، وأقوم بهذه الحركة. منكتروش النشاء، نديرو غير شوية هكذا، ونروح ونبدأ نقلي فيها بالتدريج حتى أكمل كل الكمية اللي عندي. إذا نقلي البطاطا ثم نعود. فوق النار حطيت الطنجرة، نضيف لها قليل من الزيت، كمية قليلة، ونزيد معها كمية من الزبدة اللي ذكرناها. خليهم يذوبوا. خليهم يذوبوا، أضيف على ذلك البصل. بسم الله. البطاطا اللي حطتها نقلي فيها. إذا نخلي البصل يدبال
ثم نروحوا للخطوات الموالية. اذا نخلي البصل يطيح شويه حد 10 دقائق ولا، ثم نواصل العمليه. مرت 7 دقائق والبصل يتقلى، فهو الان في هذه المرحله نضيف المكونات التاليه. اضيف فص تاع الثوم، ما نكثروش الثوم باش فيها الاجبان، كي يكون الاجبان فيها ما نكثروش الثوم. اضيف نخلط بهذا الشكل، هنايا ما ضفت والو، ماني ضايفه لا ملح لا حتى شيء. اذا بهذا الشكل شوفوا البصل تحسي به طاح. الان اضيف الكفته، بسم الله هكذا. في هذه المرحله اللي نديروها الطريقه باش الكفته تحلي مع البصل، وفي نفس الوقت النار راهي قويه باش الكفته ما تطلقش الماء تاعها. اذا نقوم بهذه العمليه، نحلو غاية الكفته مع البصل هذا الشكل هذا الشكل. كل حدها تشوفوا الكفته تولي معها، شوفوا تحلت. علاش تحلت؟ لان البصل طلق الماء تاعه، كي يطلق الماء تاعه بكل بساطه الكفته تحل، ما كانش مشكل في ماشي كيما نحطوها هي وحيه الاولى اللي تتقلى، ماشي كيف كيف. اذا ندير كيما هاك، اذا في هذه المرحله اضيف المكونات التوابل. اذا النار قويه، نجي عند التوابل واقوم بخلط التوابل، نخلطها هيا نخلطها بهذه الطريقه، وأضيفها على الكفتة والبصل والثوم. ونقوم بخلطها. نخلي هذا المزيج تاع الكفتة والبصل على النار ينضجوا نضجا كاملا 100%، نغطيهم ونخليهم يطيبوا حتى نشوفهم طابوا 100%. والملح أدواق، وعندنا لي فرماج الا كنديروا حساب الفرماج، الفرماج مالح. اذا ها هو كل شيء محلول، كاش كاع بدات مني دقيقة الكفتة في ساعة تحلت. إذا الآن نغلق عليها ونخليها تنضج 100%، ثم نروحو للمرحلة الموالية شوفو النتيجة. إذا نغلق عليها ونخليها تنضج حتى 100%. الخليط راه طاب، ها هو في هذه المرحلة. في هذه المرحلة نقوم بالخطوة التالية وهي كالتالي: أضيف كمية من البقدونس هكذا وأطفئ. إذا وجدت الكفتة مع البصل والبطاطا راني نقلي فيها، نروحوا الان الى تحضير الخطوه المواليه. اذا هذا كملت منه، ها هو طفيت عليه، نروحوا الان الى الخطوه المواليه. قليت الدفعه الاولى تاع البطاطا، الان ارش عليها قليلا من الملح باش ما تجينيش صامطه.
وزدت حطيت الكميه الثانيه تاع البطاطا باش تنقلها. اذا وجدنا البطاطا، نكمل الكميه الثانيه، اللحم المفروم مع البصل وجدناه، مازلنا الخطوه تاع خاصه بالبيض. كسرت 5 بيضات ونشوف الى احتجت نزيد، ونزيد لهم بسم الله، نزيد لهم الفلفل الاسود وشويه ملح. الفلفل الاسود يدير الى ديك الزفاره تاع البيض. اذا نخفق البيض وفين نصبه على الخليط، الى شدت البيض قليل اضيف كميه اخرى. اذا نخفق بهذا الشكل، واضيف له كمية من المعجنوس. هكذا غادي نزيد نضيف بيضة أخرى. أضيف بيضة أخرى حتىش بانت لي بلي قليلة. إذا أخفق جيدا ونروح الآن إلى الخطوة المباشرة. كملت قلي البطاطا، ها هي الكمية الثانية، هي الأخرى أرش عليها قليلا من الملح. بهذا نكون كملنا خطوات تحضير هذا الكغاتان الرائع، ويجي خفيف ويجي بنين بزاف. الان نروحوا للمونتاج. طريقه المونتاج هي كالتالي، ناخذ امول اللي يروح للفرن، امول غراتان اي نوع، نلبسه بورق الزبده. ما عندكش ورق الزبده تهني قليل من الزبده في الاسفل فقط، باش كي نقد باش نقد الجبده يكون على شكل الشكل المرغوب فيه. اذا اول خطوه اقوم بها هي كالتالي، بسم الله، ناخذ كميه من هذه البطاطا بسم الله، وأضعها في قاع الأمور كذا، أحطها في قاع المول وأحاول نفرشها بشكل جيد باش كي نجبدها تكون النظرة تاعها جميلة. بعد ذلك ناخذ الخليط اللي درناه تاع الكفته والبصل هذا، ونقوم بخلطه جيدا بهذا الشكل. واضيفه بهذه الطريقه بسم الله، ريحه جميله جدا. ما تكثروش التوابل، ديروا كيما 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 درت هذه الطريقه. الكغاتان ما يديروش فيهم التوابل بزاف، في الكحل ملح شويه سكنجبير فقط. في المشاوي نديروا التوابل هكذا. إذا فرغت باع الكمية هكذا، والكمية تاع لا فياند هاشي وهادو اخذي على حسب العائلة وعلى حسب الحجم تاع المول. درنا بهذا الشكل، إذا نفرشها هايا هكذا، نجي بعد ذلك كذا، نجي بعد ذلك أضع كمية من الأجبان نخلطها. هنا عندي فخوماج روج والكويار بسم الله،
كذلك لي فرماج كيليبرو بزاف لي فرماج يكثروا كاش مشكل على حساب الامكانيات. هذا الشكل نجي بعد ذلك اخفق قليلا هذا البيض واضع كميه من البيض على السطح نجي هكذا ونضيف كميه من البيض باش يكون عندي تماسك ثم اضيف الكميه المتبقيه من الفريت او البطاطا المقليه. الشكل تاع البطاطا تقدروا تغيروه ديروه كما لي فريت تقدروا ديروه دوائر انا بغيت نديرها مربعات كذا حتى النظره دي شابه ولو بو جي رائع ان غراتان شباب شباب اذا هكذا نجي بعد ذلك أرش ندير البيض المتبقي حط فوقه الخليط هذا ونزيد البيض المتبقي هذا الشكل دخلوا لي في هذا المول دخلوا لي 6 حبات بيض لا بيض كان صغير نجي بعد ذلك ندير بهذه الطريقه باش نضمن بلي البيض غادي يدخل لي الداخل ندير لي الطبقة التي أنا أرغب فيها الآن في السطح العلوي نجي وندير بهذه الطريقة أضع قطع من الفرماج بلون كل فرماج عنده لوغو تاعه بهذا الشكل في شاهي هذا مازال ما طاب والنظرة تاعه جميلة جدا تبغوا تزيدوا الكمية زيدوا وهي هكذا أحسن التوازن الغذائي أحسن واحد ياكل ماكلة متوازنة الخطوة الأخيرة هي كالتالي نغطي هذا الشكل ندخلها إلى الفرن يكون 150 درجة أقل درجة ونخليها تنضج تحصلوا ان شاء الله على غراتان جميل جدا نوريه لكم ان شاء الله بعد مرور مده معينه كل شيء طايب باقي لي غير فقط البيض ينضج كفته طايبه البطاطا مقليه 100% كل شيء طايب اذا في هذا الشكل ندخله الى الفرن نمشي علاته على 150 درجه ونخليه ينضج على نار هادئه بعد مرور مده من الزمن تحصلت على هذا لو غراتان اللون تاع جاني هكا شباب
السبب انني رشيت قليل من الماء اثناء الطهي بالبخاخة باش الفرماج الابيض هذا ما ينحرقش. الان نزعه من المول ونقدمه ان شاء الله في صحن التقديم. هاني قلعته بكل بساطة، شوفوا كديروا البابي يخدمكم بشكل جيد. اذا قلعته دوك نقلع هذا البابي نسحبه ونقدم لكم قطعة منه. قطعت لكم قطعة منه، شوفوا كي جا من اروع ما يكون، والرائحة رائعة جدا والمذاق لذيذ جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجاب العائلة. وإلى وصفة أخرى من وصفات وصال للطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.